السلام عليكم إخواني أخواتي، ندخل معكم في هذا اللايف القصير لأنه الآن بعد ما جانا خبر منذ 3 أيام أو منذ يومين بإيداع الأخ محمد قاسمي في أضرار السجن المؤقت من بقرار من قاضي تحقيق مظلمة أضرار بتهمة الإرهاب. طبعا راكم على بالكم، البارح كذلك جاتنا أخبار باعتقالات الأخ تاع دراع بن خدة في تيزي وزو وإخوة في العاصمة منهم الأستاذ بومالا والأخ والصديق حكيم عداد رئيس سابق لجمعية راج. كذلك منذ 4 أيام كانت يوم الجمعة كانت اعتقالات في ولاية بجاية في مدينة بجاية، كان المدعو مرزوق تواتي كذلك سجن في بجاية. اليوم راهي جاتنا اخبار الان باعتقال الاخ عمي مصطفى قيرة عضو حركه رشاد في ولايه العاصمه، اعتقلوه وهو خارج في بيته. يعني كانت سيارات لا ادري اذا كانت شرطه او امن عسكري تنتظر فيه يعني قدام البيت تاعو بعد 50 متر. معلومات قالت انه هناك سياره بارتنر او كونغو بيضاء وسيارة بيجو 301 كانت تسنى فيه وداوه من بيته أمام بيته في الشارع بدون أي استدعاء أمام قاضي تحقيق أو استدعاء أمام القضاء أو استدعاء لمركز الشرطة أو يعني أي أمر قضائي. يعني جو بوليسية حنوشة يرفدوك قدام الدار ولا دي ار اس الله أعلم، يرفدوك ويديوك إلى وجهة مجهولة. يعني رانا رجعنا وبدون اي يعني قرينه قضائيه او شيء من هذا القبيل، رجعنا للعادات تاع التسعينات، رجعنا للعادات تاع التسعينات في اعتقال الناس كما البارح سي بومالا كذلك اعتقلوه امام بيته في لبناني في دار البيضاء، اعتقلوا حكيم عداد لا اعرف يعني مجريات ولا لي ديتاي تاع الاعتقال تاعه، ولكن كل الاعتقالات هي اعتقالات تعسفيه وسياسيه. رجعنا للاعتقالات التعسفية لأن النظام خايف من عودة الحراك بقوة، خايف من خروج الشعب بقوة رفضا للقمع السياسي والحالة السياسية وخاصة الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها الجزائريين والجزائريات، خاصة بعد هذا وباء وجائحة كورونا والتسيير الكارثي من طرف المنظومة الحاكمة للظروف الاجتماعية للناس. هناك ناس ما خدمتش منذ 3 أشهر 4 أشهر ما خلصتش، الناس كيفاش يعيشوا كيفاش ياكلوا. يعني بالمناسبة افتح قوس، الاحتجاجات الاجتماعية شيء يعني أمر مفروغ منه، هو أمر يعني متاح وحق من حقوق الجزائريين في المطالبة بحقوقهم المهضومة، ومن بين الحقوق المهضومة للجزائريين والجزائريات الحقوق الاجتماعية. أنا شفت المسيرات البارح تاع ورقلة، بعض الإخوة من ورقلة قال لك لا وانتم ما راكمش عايشين هنا وراكم عايشين في باريس وما شفتوش الميزيرية. نعم كاين ميزيرية في ورقلة، ميزيرية كبيرة في حي الله أعلم خادمة الله أعلم، كاين يعني فقر كبير وكاين حقرة كبيرة، ولكن يعني بعض الإخوة اللي كانوا في هذه المسيرات خرجوا بلافتات نحن مشاكلنا أو مطالبنا اجتماعية وليست سياسية. هذا خطأ لأن المشطأ أولا تعريف المطالب، المطلب الاجتماعي هو أصلا سياسي، يعني والعلاقات الاجتماعية فيما بعدها هي علاقات سياسية، يعني الأصل هو علاقة سياسية ما بين حاكم ومحكوم، ما بين مسؤول ويعني مواطن. إذا من الكذب ومن النفاق ومن استغفال عقول الناس أن نقول أن المطالب مطالب اجتماعية ليست سياسية. ثانيا الحل الجوهري والنهائي لهذه المطالب أو لهذه المشاكل الاجتماعية التي يعيشها إخواننا وأخواتنا في ورقلة وفي كل ربوع الوطن هو حل سياسي، لأن أصل المشكل مشكل سياسي، مشكل شرعية سياسية في لطبيعة الحاكم الذي يحكم الجزائر منذ 62. إذن يعني محاولة تخزيل المشاكل الجزائرية في مشاكل اجتماعية ومحاولة يعني تلخيص المطالب أو تلخيص الغضب الذي هو داخل المجتمع الجزائري في مطالب اجتماعية فقط ومحاولة الابتعاد عن المطالب السياسية، أنا شخصيا
يعني وبعض الإخوة اللي كانوا في ورقلة وليس بعضهم يعني معظمهم والأغلبية الساحقة بحسنية، وأنا أتفهم ذلك لأنهم يعيشون يعني ظروف اجتماعية صعبة وصعبة جدا وصعبة جدا، ولهذا خرجوا البارحة وما زال بالك يخرجوا للمطالبة لتحسين ظروف المعيشة تاعهم، ولكن الأغلبية خرجت بنيتها. ولكن أنا شخصيا وأصدقائي ومن معنا في النضال السياسي نرى يد البوليس السياسي لولاية ورقلة، لأنه البوليس السياسي هو من يريد تمييع الحراك في مطالب اجتماعية فقط، ولا نتكلم عن الجانب السياسي، علما أنه الجانب السياسي عدم شرعية النظام، عدم شرعية الحاكم، عدم شرعية رئيس البلدية، عدم شرعية رئيس مجلس الشعب الولائي، عدم شرعية والي الولاية، عدم شرعية الحكومة، عدم شرعية البرلمان، عدم شرعية رئيس الجمهورية، عدم شرعية العسكر الذين يعينون الرؤساء والحكومات ويعطون الترخيص للأحزاب التي يريدونها ويرفضون النشاط السياسي للتيارات السياسية التي يرفضونها والتي لا يريدونها. هذا كله ما يؤدي إلى الفساد، إلى المحسوبية، إلى التزوير، إلى سرقة المال العام، وإلى يعني تلك المشاكل الاجتماعية التي تعيشها ورقلة وكل ولايات الوطن. إذن محاولة يعني ترخيص المشكل الجزائري في مشكل اجتماعي هذا خطر أولا، وثانيا هي مناورة، وأنا أجزم أنها مناورة من البوليس السياسي الذي تلقى أوامر بالدفع الناس إلى مثل هذه المسيرات الاجتماعية كي أولا ننسي الناس لب المشكل السياسي ونفرغ الحراك السياسي الذي هو حراك سياسي بامتياز منذ أكثر من سنة من مطالبه السياسية والزج بها إلى طريق المطالب الاجتماعية. وهذا قالها تبون منذ 3 أيام ولا 4 أيام، وكانت يعني إشارة إلى أن النظام سوف يضرب ضربات استباقية، وهذا يعني إشارة كبيرة لعودة الفريق التقني والفريق المخابراتي الذي كان يعمل حول الفريق توفيق مدين والذي فعلها في جانفي 2011 عند في مظاهرات الزيت والسكر، عندما فهموا أن العالم العربي من بينه الجزائر سوف يعيش موجة أو عاصفة سياسية سميت في ذلك الوقت الربيع العربي. إذن أصحاب الجزائر الجديدة نحن ننتظركم، أين أنتم يعني من هذه الاعتقالات التعسفية؟ الناس اللي راهي تروح تناقش الدستور والمادة 102 المادة 103 والمادة 106 من الدستور هذا تاع العصابة في التلفزيون، أين أنتم؟ والسي سي إسلام بن عطية راح نخصص له فيديو، لكن عندي فيديو تاعو راح ننشرها، يقول منذ أشهر أنه جاته أخبار وعنده أخبار هنا النهار بدأوا يمسوه جماعة تاع الدي ار اس، جماعة تاع لابوليس بوليتيك، يقول جاتني أخبار بأنه الناس اللي راهي تحوس على المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي هادوما جماعة الدولة العميقة ويريدون عودة دولة التوفيق. أنا نقول اليوم رانا 15 جوان 2020 ما درناش مرحلة انتقالية وما درناش مجلس تأسيسي وعودة دولة التوفيق راهي عادت. يعني سي إسلام بن عطية فسر لنا فهمنا واش صرا sans constituante sans période de transition l'état profond de توفيق عسلاوي مجاهد اتسيتيرا راهم كلهم عادوا بقوه، وحتى المنهجيه في تسيير لا جيستيون دو لا فول يعني في الضربات الاستباقيه او المسيرات الاستباقيه المنظمه من طرف البوليس السياسي وشفناها البارح في ورقلة، اول صوره تحبانت البارح في ورقلة يعني من ضربات جماعة التوفيق. ياسي إسلام بن عطية فهمنا واش صرا، انت قلت لنا لو كان نديرو مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي هاد الناس اللي راهم يعيطوا لهاد الشيء حابوا يرجعوا التوفيق، هاو التوفيق وصحابه رجعوا بدون مرحلة انتقالية وبدون مجلس تأسيسي، أعطينا ما هو محلك من الإعراب وأعطينا كذلك ما هو محلك من الإعراب أنت ومن معك في قضية السجناء السياسيين، سجن بومالة، حاكم عداد، عمي مصطفى قيرة، الإخوة تاع دراع بن خدة وكل الناس الذين هم تحت الرقابة القضائية والرقابة الأمنية وعلى رأسهم السي أحمد بن محمد اللي ما يقدرش يخرج من داره. إذن إخواني أخواتي النظام راهو خايف وراه مرعوب من عودة المسيرات. أنا شخصيا يعني إن لا أدعو الناس صراحة وأقولها ومنش حنكون منافق معكم،
الى المسيرات يوم 19 جوان لانه هناك مشكل صحي او خطر صحي، ولكن الخطر الصحي في نفس الوقت الشعوب العالميه، الشعوب الاوروبيه وامريكا الشماليه وحتى في هونغ كونغ وحتى في باماكو منذ اسبوع في مالي، يعني برهنوا لنا انه يمكن التعاطي مع المشكل الصحي اللي هو وباء كورونا مع الممارسة السياسية، وهو حق التظاهر، وهو حق يعني بديهي وحق قاعدي لكل المواطنين والمواطنات في العالم للدفاع عن حقوقهم السياسية الأساسية بطريقة سلمية. إذن إخواني أخواتي، لي ماسك ولا كما كان الإخوة يسموهم لي بافيت، لي ماسك هكذا أوني بروتيجي 100%. يعني كل الدراسات العلمية تقول أنه كي يكون عندنا ماسك او بافيت الاخوه كي واحد كيفاش يسميها، او قفاز يعني على الوجه لستر الانف والفم، وهو الابتعاد الاجتماعي قدر الممكن مع غسل الايدي، نقدروا نديروا مسيرات سلميه، والناس اللي عندها لي مويا، الناس اللي عندها دراهم تقدر تشري 50 100 200 ماسك تديه يوم 19 جوان وتسربيه للناس، راه ان شاء الله يكون يعني في ميزان حسناتهم. ما تديوش الماء، ما تديوش كاير تاع زبل، اديو لي ماسك، والناس اللي حابين يروحوا للمسيرات يلبسوا لي ماسك، حتى يعني نعبروا عن رفضنا لهذه المنظومه الحاكمه والاعتقالات اللي بداتها هذا الاسبوع، كذلك نرفضوا هذا المشروع تاع الدستور هذا اللي ليست له اي مشروعيه، ونرفض كذلك عوده الدوله العميقه التوفيقيه، ونكون جميعا ان شاء الله من اجل بناء دولة مدنية ماشي عسكرية. وفي نفس الوقت يوم 19 إذا أمكن أن نفرض إعادة فتح المساجد هنا في باريس في فرنسا، صلينا الجمعة الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله هنا في باريس في عاصمة فرنسا، وين ماتوا قتل أكثر من 30,000 يعني مصاب بفيروس كورونا، راه ما عادوا فتحوا المساجد، واليوم فتحوا المطاعم وفتحوا يعني المسارح وقاعات السينما. علاش في الجزائر اكو غالقين المساجد؟ وعلاه يعني يا هل ترى ما نقدروش نكلفوا امام المسجد والاداره المسجد انها تدير يعني في الطابيه في الزربيه يعني نوع من التباعد الاجتماعي او مو 50 سنتيمتر ما بين كل مصلي؟ انتم مشكلتكم اولا مع المسجد ومع الاكسبريسيون بوليتيك يعني التعبير السياسي الذي يخرج من المسجد كل يوم جمعة منذ أكثر من سنة. إذن نعود إن شاء الله إلى حراكنا بالوسائل والطرق التي يراها الناس. أنا لست هنا كي أعطي دروس للناس، ولكن إذا قرر الناس أو الأغلبية أن يخرجوا يوم 19 جوان، عليكم بالقفازات بلي ماسك ونوع من التباعد وبالسلمية، ونحاول أن نفرض كذلك إعادة فتح المساجد. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. سلام الله عليكم.